Ma'am, ieri mi ha chiamato da voi guardando الحرب في الوقت ومن بعد 12 حتى 12 هو عايز شهر يعبد بسرعة. أها الله يعلم مجموعة عارف سؤال الرينا سؤال واحد مار سريع في أول حاجة اللي في الإصابة كيف على حالك وأرفع صوتي وأخلي الشباب دي تسمع صوتي وممكن تشيري الصريمة، عارف الصريمة؟
اول حاجه اشوف الناس اللي جابوهم منو، اخذ منهم هيستوري ديتا، اشوف الحاصل اصلا كان شنو، كان وين حصل شنو، بعد كده اشوف الفرق بتاع الاصابه اصلا. بعد ما عرفت المكان بالعلامات بتاعته، انا عرفت الموت برضه بتاع الاصابه كان بالجهه. سمعتوها؟ سمعتوها يا شباب؟ سمعتوني؟ أول ما يجي صنف المشرحة، أول حاجة أعملها أشوف الناس اللي جابوها من أخذ منهم نفس الداتا، الحافظ شنو كده، والإصابة دي كانت فين، بعدها أشوفها كانت إصابة أصلا في الجسم وين، طب الوفاة كانت شنو، بعدها أعرف الوقت بتاع التغيرات اللي بتحصل في الجسم. شباب تشريح من الوكيل النيابة يعني ما طوالي يعني في المشرحة يعني ما يجي تشريح فنحن قلنا انه الدور الحي ده زي ما بقول انت كدكتور مخير انت ومخير لكن once in we get dead you have no right at all to examine him. بقى هو مسؤولية الدولة. لو ما الدولة أو الجهة أو ولاية الدولة تقول لك عامل كده، لو عملت أي حاجة فيه دي جريمة. يعني إذا مشيت جابوا لك طوارئ مشيت وخدت هناك ودول عملوا تشريع. أنا اديت بوني خلاص. لا أنت عندي وصلتي عليه. وصلتي أون هيم سيلف انتهى. يعني هو ما عنده هو مسؤولية الدولة. الدولة في الحالة دي أنا انتخبت النيابة. هي تمثل الدولة بالمسؤولية عن استثمار الدولة. وبالتالي إذا ما جاك أمر تشريع من النيابة الدولة كامل. أها. لا لا مش تشريع. مسؤولية الدولة. خلاص. ما لازم في جهة مسؤولية الدولة. ليك أمر.
لا في الأمر تشريح تشريح والبصمات والمبارات. طيب بعد بعد الجاب الحاجة الثانية التشريح النقطة الثانية شنو؟ ها؟ الحس كويس دكتور الاستسلام من الناس اللي انا عندي لازم يكون فيها جبل لازم يكون فيها جهه جبل لازم يكون فيها لازم يكون فيها شوف في حضور دور الخلاص يعني لازم يكون فيها يعني لازم يكون فيها عشان يطلع التشريع لازم يكون فيها لا مشى الجهه بتاعت السيستم جهه الاسطوره المحتمله وبالتالي لما يجي دائما معناها انه يجي زول طبعا اذا اعمل ده اذا هو ممكن يجي له نوم حدا عمل خليك السؤال مفتوح تعرف تفكر بطريقه مفتوحه ممكن يقول لك هتقول الله يبارك فيك وان نو وان بروسيدر لكن قبل قبل الجسر في حاجه طيب ده وات تايب اوف هو يصير بيرفكت نقول ده خالد حسن محمد دول ارتكب الجريمه دي خالد حسن محمد بس كتبت ودي من مصادر الحاجات اللي عندي على كل سنة بعد منها فينجر برينت الدي ان ايه فينجر برينتنج مع صور اشوف حاجة لكن الهدف اني نقول كم كثير احيانا ما نقدر نقول لكن ممكن نعمل جنرال ايدنتيفيكيشن لما نقول جنرال ايدنتيفيكيشن ها؟ ال A الشعر لون الشعر ماو ستات حالب ولا محارب شعره طوله كم وكل ده جنرال يعني ما انا ما حاطط والله الا حالب لكن والله يكون الزر اذا كان طوله كده وزنه كده لونه كده شعره شكله كده سنه مواصفاته كده دينه من هنا عنده سن مكسوره عنده اول سن قبل انتر يعني اصله لو ما ذكرتك انا شوف الانتر وين والاجري وين وفين اصلا اظن اهم حاجه كل التفاصيل الثانيه انتر يقول وينو والاكزيت وينو انت لازم تكون عارف ما هي مواصفات الانتر وينو وما هي مواصفات الاكزيت وينو لازم تعرف لو عرفت انتر وينو انت حليت 60% من السؤال انتر
كيف نتعلم على أن تكون جرح الناس قبل الأشياء
هذا الأرقام الأمثالية دي هذا بشنو؟ أي لامينات لامينات من دول الأرقام يعني شو سايك شبك 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 هل في دي بلاب هل في حاجة هل في لاسلين بعد ذلك الآن زمن الأورغانس أي أورغان إلى السبيلين موجودين ممتعة أعلان أشيل الكبر موجودين ممتعة منطقة الخبر يشوف المسلمين أشيل طبعا هنا الأعراض المصمتة البلبس سبارك أوف ذا أبدومس كده نشوف الريترس الأوفري الكوليسترول الممتع كل لما نجي صوت الكافيتي الهارت اللان البيت بلاد فيسلز او الانفيزا المدياس في نمبر النقل الانسبكشن في بلاد الكوحين الاسكار زي النقل النقل عن انتراكت طيب ده كلام العالم والنبي نظرته على الموضوع عنده مضروب انا قلت بالتاني كبير مهم يجي مهم التاني الاكزامينيشن جمال مهم التاني الاكزامينيشن جمال ها؟ ما؟ شنو؟ بوزيشن؟ بوزيشن في انتر يوم وما في اكزيت معناها ده كله في سنتين مش كده لو في انتر يوم وما في اكزيت معناها ده كله في سنتين طيب اذا في انتر يوم وما في اكزيت معناها ده This is where انتر اول سنه في حياتنا اللي نعرف شنو ايوه تراك شو تراك الكورس بشكل مهم هل بس طوال كده ولا اخذ الاستجابات هل مع بعض الشعر ممكن يحصل كبير لان التراك ما يكون لينز ممكن يحصل ديفيشن اسباب اللي يحصل ديفيشن بتفضل شنو السيستم ها؟ السيستم زي شنو؟ لو ممكن تنعكس أو تاب أورجان ممكن بإمكاني قالوا أغير المسار كان سؤال فرقتين ولا فرقتين؟ إيش تتوقع؟ واحدة ورا الثانية غير على طول التواصل مع الأعضاء في الأعضاء الثانية عشان تحدث البوزنين يكون محتاجين كنت أعيش بيجا بعض وحيان عليك إن الحمد لله سيد العميل إحنا عاملين لينك بنربو بس القديم أنا شغالين يا فدين لا هاي هاي دين لا جماعة كبار أجرا وعمرا ومكانة ريفيجن ريفيجن دي بنام سيناريو بنام بتكلم البوليسي ها؟ انت روزي انت نحن انا رايح الناس اللي عنده عشمانين في المغرب على فكره زيدي
كده قلنا. وبعدين هم لانهم قلنا كنا نسوا الفرنسي مع الحرب دي، وغير رمضان كانوا شغالين يجددوا في الفطور وعملوا في الحمامات. وبعدين برضه طلع دولابتو من الافضل. نتو مين كالماضي بالمستقبل. كده انتهينا من السنة اللي زعمتها من السنة اللي زعمتها من القسم. صحيح القسم في حالة كان شغلنا منظم بديل، لكن في بعض الحالات إذا كان سبب الرفاه ما معروف إذا إيه أسفتين فوزي أبو ميكي ده بشير كنت أرسل بشير يوم يشير بلاد إيه أسفتين additional contributing disease and if you were process machine تشير من الله لا لا كده جانا للسبيل جانا للسبيل جانا للسبيل نعمل ليه حطي هذا أحيان الفيس لا انت ممكن عندنا فيسس ما زي ما الفطورة اللي اتكلمنا على السيرنا والسيرنا كده الفورت هذه تقول فور فيسس هل هي شنو؟ production finance of the seller examination findings of the general examination including the results of the investigation. Then four stages of the report. Production, findings of the internal and external examination, and results. Findings of the internal examination and proof of facts. Then the introduction of the next section. هاي الحياة الأولية البليس التايم تايم اوف بوست مورتم الدين المحل كذا الحياة الأولية دي تشير شنو؟ لازم تشير لو شنو؟ أمر التشريع إنه تم التشريع بناء على أمر التشريع الصادر من وكيل النيابة الأعلى فلان الفلاني بالرقم كذا بالتاريخ كذا. اثنين تم التعرف الوقفة رغيب شرطة من النمرة العسكرية فلان فلان النمرة العسكرية فلان فلان وعلى ذوي حضر معي أنا قمت بالتشريف أنا فلان فلاني مؤهلات فلان فلاني حضر معي فلان 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 من الزملاء هو المتحري هو وكيل النيابة أي ظرف اسمعوا أنتم أنا دكتور فلان فلان واحد عايز في دائره قبضه بتشريح الجسماني بناء على امر التشريح الصادر من في النيابه شاركتي بالرقم وتم التعرف على الجسمان واصل رجل الشرطه رتبه والمراقبه واسمه و لكل من يفضل طبعا ده بعد ما خدت منه انه الزور اسمه رقم شنو الساعه كم والمحل وين تشريح بدل الساعة كم التفاصيل كلها عشان في ريتم عشان كده البوست مورتم وبس الريبورت هاز تو بي فيري ديتيل انت لو كتبت الادكت بوست مورتم ريبورت ما حينزل في المحكمة لكن لو كتبت كتاب كتاب ماكس او ما هو حصل على ماكس حينزل زاد حينزل طيب هنمشي بعد ثلاث طوارئ هنمشي للي. نمر سريع بين الفاينلز من جنة الفاينلز والفاينلز والسنة الزهرية ده
اخترنا الحاجات المهمة. خلينا نقول عشان لو جينا الطبيعة، لو جينا المغروف بعدها ممكن نقول نوع الإنتاج استخدم شنو؟ كأنه ده مغروف عيادة بتاع الجوفر بتاع سيما أوتوماتيك بتاع بيستو بتاع رايفل بتاع كده. لكن في حاجات أكثر من حاجات، خلينا نقول شنو؟ أيوه نحن في حاجات دائما في البين كلهم. نمرة واحد جهة الإطلاق. إحنا عارفين إيه انت لو انت ركز على نقطة الفراغ بنعرف ان الاطباق من وين؟ ليه هذا الاطباق؟ من اليمين من الشمال من فوق من تحت جنبها من الخلف من الامام. زاوية الاطباق عند الرفيع مسافة الاطباق لا تزيد كونتاكت تزيد نير تزيد ديستنس كده عارف يقول لا لازم تكون عارف كيف تعرف تحدد الزاويه كيف والاتجاه كيف والبوزيشن. طبعا لما نقول زاويه والاتجاه معناها موقع الزول الضارب ان ريليشن للجثه ضارب من فوق من تحت من جنب وكلها كونفيرتد اوت من الجسم في البروبرتي. Type of firearm. واحد انت عارف انك تقدر تقول هذا رايفل ولا ده كان شوت. قلنا لو لقيت المطلوب لازم تقدر تقول والله لا ده رايفل ولا ده رايفل. هل ده رايفل؟ هل هي بندقية حربية؟ شكوك بالثلاثة كده. هل هي مسدس؟ مبرمج ولا سيرو اوتوماتيك؟ ولا هي خرطوس بتاع سيف؟ الماس بيجي من الكتاب بعدين عند الاند اوف ذا داي ما تبقى الكوز اوف ديس وحاجه الكوز اوف ديس انا كنت هاف الاوفيشال بتوين كوز اوف ديس مانر اوف ديس مود اوف ديس لازم تخرج احنا اعراض الريجل عايزين شنو؟ عايزين الكوز والمانر موم هم للاسف قلنا كل الناس بتكتب موت موم زي شنو؟ قبور في الدوله الدمويه مش كده؟ بشر الجراحه ديس يوسلس يعني فلتر ناصر يعني there are hundreds and hundreds of causes of circulatory failure. هذا غير الكورس في الحاله دي يقول الكورس بس مثلا ها احنا قلنا نكتب كورس اوف ديس الف وباء وجي ثلاث حاجات كورس اوف ديس هو دايركت كورس لكن هو ذات يعني مثلا نقول ده لو كان مثلا حصل كاركتر مثلا كاركتر A cardiac corruption due to B gunshot. What is the brain in the center of the field? The general 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 is that the center of the field. That is the brain in the center of the field. That is the brain in the center of the field. That is the brain in the center of the field. That is the brain in the cardiac corruption. That is the brain in the center of the field. That is the brain in the center of the field. That is the brain هذا الكونتيوتي الفاق هو الأصل هو هاي مرتنسي هاي جزء كي هاو بانسا روبلوس ما تنقصه لا ما تنقصه هي طبعا اعلى مستويات النولج انا بقول بروبلم سولفينج اعلى مستويات النولج
كده كان فيها ريكورد فيها كومبريهنشن فيها تنسيس فيها استعجال كده فدايما احنا بنديلكم فرص الفرص انت وكل ما كان احنا اديناك حاجه دي معناها ده احتمالات تقدر عليك نحن جمعنا الله